غيتو احلى كوبايه شاي حبيبي. تسلم لي. ايه ما نزلتش ليه؟ مش عوايدك يعني يا راجل؟ انت عايز توزعني يا عم ولا اوزعك ده؟ ايه ده انت حبيبي، امال مين اللي عمل لي كوبايه الشاي؟ انا بالنسبه لك الهواجي. ماشي يا عم احمد ماشي، بس خلي بالك بقى عشان حسابك تقيل تقيل. اه زي الشاي اللي انت عامله. ايه يا ابني اللي انت عامله ده؟ انت فاكر نفسك جاي في ستاربكس ولا ايه؟ اشرب بس سكه فارح يالا. رد عليا كمان، رد. انا بقول لك يا بيبي، عارف ستاربكس يا ابني؟ انت مفكرني ما طلعتش من بر الشرقي؟ انا رحت وجيت، تهت ولفيت. اه تهت ولفيت. اه بس كله كوم وشبين الكوم. والله انا زهقان من ناجي، الدنيا بقت شبه بعضها برضه. مش هتلنك انت، مش هتفهم. ايامكم ما كانش فيها وجع دماغ زي دلوقتي. هلنك؟ فعلا انا ابني معرفش يا رب. ومعايا هاخدك خروج عسل. والله ما انا عارف انت ساحل ورايح حقيقي على فينا كده، بس ما تقلقش انا معاك للاخر. قلت لي بقى احنا كان ايامنا مالها؟ ما فيهاش وجع دماغ. عرفتوها انتوا يا صافي؟ بيور شبين الكوف. بص يا عمر يا حبيبي، كل وقت وفي اللي بيميزه، وانت عليك ان انت تختار وتبص على الحته الحلوه، ولو شايف انك زهقان تبقى المشكله في عينيك انت. عميق انت قوي كده. يعني ايه بقى؟ يعني الدنيا بقت اسهل، جيلكوا قادر يوصل للي محتاجه اسرع. يعني لو عطشان اشرب، هات لي يا ابني 2 عصير اسرع وخليهم في كيس. هنا حاج كلمت نفسك والله يا جد، ما كانش ينزل الكلام ده. مش خساره فين؟ على الله تفتح. طب لو تعال بقى كده ازق، خد لي انت. عارف انت المكان ده يا عمر؟ كان فرح ابوك وامك فيه. بجد والله العظيم؟ كنا بنتجمع في شم النسيم ونضحك وننبسط. بس الحاجة الغريبة بقى ان لسه فيه ناس لحد دلوقتي بتشتغل. كان من زمان ده يا جد. ما انا زمان يا قلب. بهزر معاك يا جد. انا منبوذ جديد مرة جديد غرب جرب. سمعت عن ويجز؟ مغرق حساب على الفيس ومش فاهم منه اي حاجة. حسابك؟ طب اعمل حسابك بقى ان انا عازمك على حتة كوباية شاي، بس ايه من بتوع زمان، وعلى حسابك عشان ما تزعلش عنك. انت دقت شاي زمان ولا تعرف شاي زمان؟ ده انت على قديمه بقى حاجة. بص بقى المكان، ولا تقول السنترال ولا الغلبان، طبعا شبابك كله كان هناك يا عم احمد. هنا وهناك. كنت بتخرجوا ازاي يعني؟ ايه مصدر تسليمك في السبعينات يا حكيم؟ في العادي يا ابني، لما كنا بنحب ننبسط كنا بننبسط. ازاي يعني؟ يا ابني انت مفكر ان الغلبان ديت هي الحاجة الوحيدة في حياتنا؟ يعني مثلا كنا نروح البرجولة نتمزج بفرقة المزيكا بتاع المطار. البرجولة دي في شبين يا جدو؟ شبين دي كانت منتزه كبير، كان فيه برجولات وجناين وقعدات. كان بيبدأ من عند الري اللي هو شارع باريس اللي انتوا بتقولوا عليه دلوقتي لحد موقف الباجور. يعني اتحداك انت واصحابك انك تروح تقعدوا بالساعتين ثلاثة عند الشجرة اللي في المنتزه علشان تتفرجوا على التلفزيون. العليا بقى تقصد؟ وبرضه ما كانش ده اسمها، زي كتير من الاماكن اللي اختلف شكلها ومكانها، زي النافوره اللي بقت تمثال، زي حاجات كتير قوي. شبين زمان غير شبين دلوقتي، بس ما تجيبش عليه، هي في الحالتين
حلو. بما انك بقى كنت بتمثل في المسرح زمان يا جدو يا جميل، شفت قصر الثقافة دلوقتي؟ يا سلام، ايام قصر الثقافة ده عمرها ما تعوض. صحابك؟ اه اصحاب كانوا عايزين نخرج معاهم، بس واضح كده ان انا افكس لهم واقعد معاك انت يا جدو يا لذيذ. فكس لهم دي ما كانتش على ايامي. عارف يا عمر، انتوا جيل محظوظ. منحوسه جدا. قصدك منحوس. الواحد مننا بيختار عايز يشوف دنيته ازاي، وقتها تعرف ان التغيير شيء مفيد وان الحياه حلوه زي شبيه كده دايما حلوه. مهما اتغيرت هي هي نفس الارض، ومهما الناس اختلفت بتفضل فيها نفس الروح، الروح الحلوه اللي بتخليك عايز ترجع تاني. وكل مره هترجع فيها هتلاقي جديد، وكأن شبين بتقولك انا لسه حلوه، لسه قادره تبهرك عشان تفضل موجود، وهتمسك فيك مهما تسيبها. صدقني يا ابني كلكم وشبين الكون.